انا صحت يا بوسكل، انا اترفدت كمان يا بوسكل. يا ابني انت كنت متعين في قلب الوزاره يا خير، ده انت كنت حته ساحي حقير عويل كلب ذليل مالكش لازمه. لعلمك بقى اللي مش عاجبك ده يا بوسكل، انا مسيت مع بنات بعدد شعر راسي. ده انت كبيرك تمشي مع شعر راسك، عشان كده هو راح وانت جيت. ماشي يا بوسكل ماشي خلاص، اوعى تزعل مني يا بوسكل، انا بكلمك عشان احنا اصحاب وحبايب واخوات من زمان. خلاص خلاص انا عايز انهي العلاقه دي يا شمشم. يا دي الكارثه السودا، ساعه مين اللي اتلولع دي؟ هي بتاعت انا، بتاعت انا عارف. يا عم ما تفولش. يا سيدي انا ما بفولش، انا بفول، انا بقول لك دي شقيت انا. خلاص. الله. يا ساتر. الشقه تولع، الشقه تولع. الشقه عارف عارف. الشقه تولع. الشقه تولع. عارف. 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 انزل يلا يا جنس، انزل بجلدك، انزل بجلدك. مش هسيبك مهما حصل يا بوسكل. حذرني، انزل وانزل بجلدك. يلا بقى يلا يا راجل يا رب. بركاتك يا ست سلسله. بوشكاش محفوظ ده خلاص بقى كارت محروق. تخيلي يا هانيا، مصر كلها بتتكلم على العلقه اللي كانها في مكتب بكر. بس ده خبر حلو برضه. طب وايه الحلو في كده يعني؟ حلو انه هيبقى محروق وعايز يرد اعتباره باي شكل. اسمع من الاخر كده، انا عايزك تعرف لي كل المعلومات عن بوشكاش محفوظ ده. اوكي. هجيب السلسلة يعني هجيب السلسلة. أعزك يا هانيا. يا سلام عليك يا بنت هاني، تعالى لي بقى يا سي بوشكاش، قد كده السلسله مهمه عندك، بس اعملها بس يا رب بسرعه. ربنا يسوقك يا زمزم وتيجي عشان خاطر نعمل عليها التمثيليه دي واخد سلسلتي. كفاياني كهربا خلاص، بقيت شبه جدي. مفيش غير اني ادخل واطلب منه معلومات عن رشدي ليه، بس الخوف لا يخلصوا مني ويعملوا فيا حاجه هما الاثنين. العمل ايه يا معلم؟ اقتله. لا ايه ده وانا كمان؟ لا 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 لا، عنك ما جيت يا زمزم، انا هخطف السلسله بالموسيقي. لا لا لا، انا كده هتوفى قبل ما اتنيل اخد السلسله. ربنا يسوقك يا زمزم، انت فين؟ مفيش غير ان انا اروح اعرض عليه رشوه على طول، بس ساعتها ممكن يلبسوني قضيه. مجرمه. نعم بونجور مسيو، بونجور حضرات الساده المشاهدين، ان هذه المتهمه الماثله امامكم قد اخذت السلسله عامده متعمدة هزيلة بكل القوانين. اوه سترو، لا لا مش انا خالص. خش يا زمزم الكلب باسرك ده واخسرك. خش يا حرامي يا حرامي، دي مش شنطة يا حرامي. يا لا اوعى اوعى يا حرامي. بيصيح. Ah! 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 Ah
الشنطة مدموزيل، خلي بالك من نفسك. معاك تاكسي ولا راح؟ اسمه تاكسي. انت عارف الفيديو ده لو وقع في ايد اي حد تاني ايه اللي ممكن يحصل؟ يا باشا انت قلقان ليه؟ اذا كان الواد المصوراتي مات. ايوه بس مين قالك ان الفيديو ده مش ملعوب لحساب حد تاني؟ اسمع بقى، انا عايز الفيديو ده باي تمن، مش بعيد ابدا الواد ديمتري ده يكون هو اللي صوره. لا ديمتري ما يعملش كده، ده راجلنا من زمان، المساله ما توصلش معاه لكده. وبعدين انا مش عارف احنا ليه عملنا معاه كده. ومالك بتدافع عنه كده زي ما يكون جوز خالتك؟ لا وانا هدافع عنه ليه؟ انا شاكك في هانيا الغندور. الثقه اللي كانت بتتكلم بيها معناها ان هي مأمنة نفسها بحاجه. 100% هي اللي بعتت الواد المصوراتي ده. مصوراتي؟ ازاي الموضوع ده ما جاش على بالنا قبل كده؟ اسمع بكر، انا عايزك تنفذ الكلام اللي هقول لك عليه ده بالحرف الواحد. يا سير هنا؟ ميرسي قوي على الشكر، يعني التوصيله دي بجد 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 من قلبي انا بشكرك جدا. العفو عليا. اطلب منك طلب؟ انت رجعتي ورا وانا هعضك ولا ايه؟ رجعتي ورا دي كده؟ ممكن اطلب منك طلب؟ اتفضل. وانا هشوفك تاني. ايه؟ بص يا ستي، ده الكارت بتاع الجيم بس كتبت لك عليه نمرتي. طيب اوكي شكرا قوي، بس انا يعني ما كنتش عايز الكارت ده، بس هخليه. طب قول ايه؟ انا اسف، عايز اقول لك على حاجه. يعني انا بصراحه يعني انا لبس كده كويس؟ كويس اشمعنى؟ بصراحه يعني احنا جايين ضيوف، فضيوف يعني عارفه اللي هم بالكده، فناس محترمه. ما قلت لك كويس ليه؟ حاسس انه يعني شعر صدري هنا كده شكله كده عارفه بايخ، مش عايزه حاجه كده تكسره صح؟ ها سلسله يعني ساعه، يعني لو سلسله بقى وفيها ساعه يا تبقى حاجه جميله. فانت بقى معاكيش السلسله فيها ساعه؟ لا معيش. انت استعبطت يا بنت؟ ايه ده؟ انا ايه ده؟ ايه ده؟ في قله ادب كده وسفاله كده؟ ده انا اسف جدا والله. باي.